جميلة اتغنت بحب العراق، وأيضا شاهدنا لوحات تكلمت عن حضارة العراق. يوم عراقي بامتياز عرضت في هذه القاعة، قاعة المركز الثقافي العراقي في واشنطن، العديد من اللوحات التي جسدت حضارة العراق وتاريخ العراق وكذلك فن العراق. عمل جميل جدا في لوحات جسدت تاريخ العراق حاضره. العراق اللي قبل 5000 سنة الملك مالته يفكر بالخلود وشون ينقذ صديقه، هذا الشعب ما لازم يموت، هذا الشعب حي، يبحث دائما عن الخلود، يبحث دائما عن الفكرة الجديدة. عدد كبير من الأمريكان تفاعلوا مع هذه اللوحات ومع هذا الفن الجميل. هو منافسة لحاجز التحدي، إقامة هذا المعرض الحقيقي هو كسر لحاجز هذا التحدي. نبضات من العراق، معرض تشكيلي على أرض العاصمة الأمريكية واشنطن في برنامج قضية ورأي في الأوقات التالية.